مشاهدينا اسعد الله اوقاتكم دائما من خلال شاشه تلفزيون الفجر الجديد في شهر رمضان المبارك، دائما افطارا هنيئا وصوما مقبولا ان شاء الله. مشاهدينا متابعينا راح نكون معكم في برنامج اربح المطرح في امسيات رمضانيه متواصله بصحبه دائما حلويات المساء. دائما رمضان كريم مع حلويات المساء، السفرة دائما ألذ وأطيب وأشهى مع حلويات المساء. كونوا معنا في هذه الأمسية دائما في إطلالة جديدة ومتجددة مع حلويات المساء، اربح على المطرح. مشاهدينا متابعينا سيكون برفقتي في البرنامج في هذه الأمسية الخاصة والمميزة دائما براء عمر، ومني أنا منتصر علاني، يسعد مساكم دائما من خلال هذه الشاشة الكبيرة تلفزيون الفجر الجديد حلويات المساء. مشاهدينا بنكون معكم مع حلويات الماسة، ألذ أطيب وأشهى مع حلويات الماسة طول كرم. يسعد مساك، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. أنا أكيد أكلت من حلويات الماسة. أكيد طبعا. شو رأيك بحلويات الماسة؟ أحسن حلويات. أحسن حلويات. شو اسمك؟ محمد راضي. أهلا وسهلا فيك يا محمد. محمد إذا بتجاوب على سؤال تأخذ جائزتك من حلويات الماسة إن شاء الله. اتفقنا يا سيدي. طب أين تقع هضبة الأناضول؟ سمعت فيها هضبة الأناضول؟ تركيا. فعلا واضح. بدأ السؤال، يعني جبنا لك السؤال الخفي يا راضي. في تركيا. مصر. في تركيا. طيب هاي جائزتك من حلويات الماسة، شو بتحكي لهم؟ بحكي لهم شكرا لهم، كل عام هم بخير وانت بخير وينعاد عليهم بالصحة والسلامة ان شاء الله. كل عام وانت بخير. مشاهدينا متابعينا بنكمل معاكم مشوارنا ورحلتنا وامسياتنا الرمضانيه بصحبه دائما حلويات الماسة طول كرم، اشهى الذ، وسفره رمضان لا تحلو الا بحلويات الماسة. يسعد مساك. ويسعد مساك. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. شو رايك بحلويات الماسة؟ رقم صعب طول كرم، فيش له منافس. فيش له منافس. طيب اسمع يا سيدي، هلا في مثل بيقول الجار لو ايش؟ الجار لو كمل المثل. الجار لو ايش؟ مثل مشهور جدا يعني ما فيش فيها نقاش. لو الجار لو ايش؟ صح. سلام يا جماعة الخير، الجار لو ايش؟ في ما في مثل غير الجار قبل الدار. لا لا هسه هلا بحكي لك، كان قلت لك الجار قبل بتقول الدار، بس هون بقول لك الجار لو ايش؟ معروف. الجار لو مثل معروف. فيش شيء ثاني. طلعنا سؤال ثاني. بعطيك كمان سؤال ثاني. طيب يا سيدي بس هذه سهل جدا، اسمع. طيب تعطيني اجابتين فقط ماشي. اول من لعب كرة القدم مين هم؟ لعب كرة القدم اول من لعب كرة القدم الصينيين والاسبان. اسبان مين؟ اعطيني اعطيني اجابة. الاسبان. جار لو جار. الجار لو جار. احنا بنقول على لعبة كرة. الرومان. الرومان. لا شو؟ الصين. شو؟ الاسبان. الصيني. الصينيين. الصينيين. اول ما قلت ايش دائما تتراجعش بجبتك. الصينيين. صحيح. طيب ما كان هاي الولد الصيني هو قالها بالاول قبل الصينيين اول جوال. هاي جايزتك من حلويات الماسة، شو بتحكي له؟ مزيدا من تقدم ونجاح، كل عام هم بخير. نكمل معكم سياتنا الرمضانيه بصحبه حلويات الماسة، اشهى الذ دائما المتميز لسفر شهر رمضان، ما لكم الا حلويات الماسة. يسعد مساك. مساء يا رب. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. كيف شايف الاجواء؟ والله يوم الحمد لله ماشي السوق. ماشي السوق الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب وشو رايك بحلويات الماسة؟ اكيد رحت عنده انت. ولا شو رايك بحلويته؟ والله ملاح وفيش عليهم حكي. ممتاز. فيش عليهم حكي. طيب اسمع، تعال تعال هون كذب، تعال معي، تعال تعال ركستر تعال. طيب هون. طيب اسمع، شو اسمك انت؟ أوراس. ايش؟ أوراس. أوراس. شو معنى أوراس؟ نجم اسمه أوراس. أوراس معناته جبال الأوراس. جبال الأوراس في تونس. جبال أوراس. عين عليك. طيب اسمع، في كلمة ألمانية. ايوه. سؤال سهل يا زلمي، سؤال سهل. اسمع خذ الميكروفون عني. لا لا بحياتك. طيب ماذا تعني كلمة ماتر باللغة الألمانية؟ ماتر. كلمة ماتر معروفة. ماما. ماما. ماما انت شو بعرفني فيها؟ شايفنا ألماني يعني يا استاذ. ايش؟ شايفنا ألماني يعني. يعني انت صرت قريب. طيب انت قلت اجت هيك لحالها. طيب بس انت قريب. قريب يعني. في يعني واحد من العيلة يعني. انت شو قلت؟ الاب يعني بجوز. شو قلت؟ الماما. الماما شي ايش هي؟ شو بنقول احنا الماما؟
الام الام ها. والله ضربت معلم. انت معلم هاي بنديها يا حط له اياها انت معلم. هلا انت جتها لحالها هيك جبتها ها. والله ما انت مفكر فيها صح بحياتك مفكر فيها. لا والله لا لا. هلا بقول اسمع اذا بتعطيني هالمثل تعال تعال انت هون ضلني لاحقك انا يا زلمه. هلا في مثل بقول ضربت ايش معلم. لا غيرها في كمان ضربي ضربت بلوك ضربة بلوك. لا في كمان ضربة شي. إذا بتجيب لي أهل مثال بتعطيك جائزتك. ضربة موس. لا ولا ضربة موس بطلنا أهل موس هاي. يلا ضربة خنجر. ضربة إيش النارج. والله كله ضربة إيش مجنون صايبي. سمعت أخوي أنا مجنون ولا أستاذ الله سامحك. لا بس التعاقل يا زلمة ما إحنا بنقول لبعض ضربة المجنون صايبي بتصيب بس لا هو يعني مش مجنون عاقل. طيب اسمع قراص. ايوه بنروح انا وياك على جبال قراص هيك رحله ان شاء الله. هاي من حلويات الماسة شو بتحكي له. كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه وان شاء الله تنعاد علينا وعليكم الصحه والسلام ان شاء الله. الحوت قديش بنبض في الدقيقه قلبه يا سلام قديش. طبعا ما حدش يحكي من بعيد. انا طيب طب ما والله لاسالك وحياه امي لاسالك اصبر علي الحوت بنبط في الدقيقة كم مرة؟ نشوف 230 230 على هون عدوي تقريبا ألف تقريبا ألف هون عدوي احكي لك رقم بقية جدا 500 في الدقيقة 750 750 ونص مني إلك هدية 870 قربت نبضة واحدة تعال نبضة واحدة 850 وألف ثلاثة عم البوظة بتجيب نتيجة. ما بقول لك فيتامينة حبيبي يا جماعة الحوت بالدقيقة كلبه بنبض مرة واحدة لأنه حوت هذا يا عمي مش زينا هذا حوت. شو اسمك أنت؟ أحمد بالباسي. أحمد ليش أنت عرفت تجاوب ليش كل ليش؟ يا زمان أنا فيثاغورس. فيثاغورس كل شيء بعرفه. عشان علمتك حبيبنا لازم أستاذنا عشان يقطع عشان أستاذي. طيب هاي جائزتك من مين؟ حلويات الماسة. شو بتقول له؟ كل سنة وانتم سالمين وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب وعقبال تحرير فلسطين ان شاء الله. ان شاء الله وكمل حبة البوز احسن لك. مش طايل اشي. طيب خلينا نكمل خلينا هالجو الحلو تعال بدنا نرجع. والله انا بدي ابو سمرة اصير محرر. خليني بالنص 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 خليني بالنص تعال. الشارع بلاش تبوا علينا عمي تعال هون تعال تعال شوي 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 انا بحمل عنك. طيب شو اسمك انت؟ مهند خالد حمضان قاسم من خيمة الكرم. اهلا وسهلا فيك. انت اسير محرر؟ نعم. اهلا وسهلا فيك. قديش كم سنه؟ ثلاث سنوات الحمد لله على سلامتك يا سيدي. طيب هذا بقدرش اقول له لا يعني لا بالاخر راح نربحه يعني ما فيش فيها فيش فيها يعني هاي ما فيش فيها نقاش. طيب احنا مع مين اول شيء؟ مع تلفزيون الفجر. ومين كمان؟ احنا برعايه حلويات الماسة. الماسة حلويات الماس احلى حلويات. ساولو وينه؟ طيب اسمع يا سيدي طيب هلا في مثل بنحكي اوعى تقول لي بعرفوش والله لا ازعل منك. طيب في سؤال بيقول مثل فلسطيني ومشهور يعني بيقول البس كم سن له؟ عديتهم قبل هالمرة؟ انا قبيت بس ما هو المشكلة البس كم سن له؟ بقول لي انا ركبيت البس. طيب شو يعني كم سن؟ ولا عمرك مسكت بس وفتشت اسنانه قديش؟ ولا مرة الصراحة. ولا مرة؟ ولا مرة الصراحة. طب بعد هالسؤال راح تجيب بس وتشوف قدين؟ طيب قديش؟ اربع انياب. احنا بنقول لك كم سن يا زلمة؟ طيب كم سن؟ طيب اسمع انا بديش اسنان 14. انا بدي شغلي. المثل بيقول ضربته بكى سبكني واشتكى. بس انت لمين شكيت؟ انا اشكال ربك رب العالمين. يا عم مش تشكيك لهذولا اظن مش راح ينفعوك. انا اظن بيحبسون اصلا. طيب هاي جائزتك من مين؟ من حلويات الماسة. شو بتقول له؟ كل عام وانتم بخير والصحة والسلامة ان شاء الله بترجع فلسطين حرة عربية وكل التحيات لأسرة البواسل عقبال السنة الجاية ان شاء الله يبقوا عندنا لهم سلمين غنمين وانا بقول لحلويات الماسة احلى حلويات وانت احلى ابو سمرة حبيبي يا ابو حبيبي. طيب مشاهدينا ومتابعينا نشكر لكم حسن المشاهدة والمتابعة. كنا في امسية خاصة مميزة مع حلويات الماسة امسيات رمضانية اربح مع حلويات الماسة. نشكر لكم حسن المشاهدة نشكر زميلي من وراء الكاميرا براء عمر ومني انا منتصر العناني يسعد مساكم دائما في برامجنا المتواصلة اربح على المطرح مع حلويات المساء. نلقاكم غدا ان شاء الله.